مقتنع انه لا حل لحوادث المرور اذا ما كانش حل مبني على العلوم. احنا لحد الان ما كان حتى استراتيجيه وضحت المعالم اللي الحد من حوادث المرور. لكل وجهه نظر وزاره النقل تشوفها من جانب لانهم لي بان ولا سيناليزاسيون الطريق اختصاصهم، تروح للطبيب يقول لك المستشفيات الضحايا لا بريزون شارج دو مالاد، تروح للحمايه يقول لك سرعه الانقاذ والى اخره. اليوم مانيش نشوف كاين استراتيجيه وضحت المعالم. من غير المعقول انه تكون احاديه القرار من شخص ولا وزاره، لانه هاد الاحكام هادو كانت نتيجه يوم دراسي لوزاره النقل. يعني هادو وزاره النقل هي دارت يوم دراسي وحطت، لكن حوادث المرور كاين قطاعات كثيره اللي راهي معنيه، معنيه وزاره الداخليه عن طريق البلديه والولايه. اليوم اذا نتكلموا على الكونترول تكنيك، يا هل ترى كاين حاجه كاين حقائق واضحه تقول باللي المراقبه اللي خلات اغلب ناقلين هذو النقال هما موظفين، علاش ما نلزموش مؤسساتهم؟ علاش ما نتكلموش على الحظائر تاعنا اللي هذاك السائق ما كانش قانون يحميه يقول لك باللي الفيدونج ما دارش ولا السياره راهي مكسره؟ اليوم علاش نروحوا لهذا الموظف وما نروحوش للهيئه اللي توظفوا؟ اغلب سواق نقل البضائع هما، ومعليش نثمنوا هذه القرارات، بصح كي نشوف مراقبه تقنيه كل ثلاث شهور. اسمح لي سيدي، هل حنا رانا مهيئين باش كل ثلاث شهور نديروا مراقبه تقنيه؟ رانا 80% من المواطنين راه بيتنقلوا عبر وسائل النقل. يمكن نتكلموا على الحافلات، نتكلموا عن صاحب الحافله ولا نتكلموا على السائق؟ اغلب المخالفات تحرر على السائق مش على صاحب الحافله. يعني الاساس انك تبدا من المؤسسه، لكن فيه ممكن يمكن نتكلموا على المسافات الطويله. هذاك السائق ربما ما عندوش الحل، هذاك راهو قوت يومه لما يقول له المعلم تاعو تخدم ما لقاش البديل العمل. لازم كي نديروا حل لازم نلقاو البديل. حنا مجتمع مدني، إيه انا متاكده اذا كانش منظور علمي لدراسه حاله المرور ما نقعدوش نتكلموا، لانه الحادث اليوم اللي راهم يتكلموا عليه على مسعد راني راح ناكد لك باللي بعد اسبوع راح نروح لمسعد راح يتنقلوا بنفس الطريقه.